ما عسى هذا الطفل أن يكون، وكانت يد الرب حقا معه. كثير مهم اخوتي هالأحد قولة يوحنا المعمدان، نحن بقلب مسيرة تحضيرية لنستقبل يسوع المسيح ابن الله الحي اللي بده يتجسد بقلوبنا ليخلصنا. يوحنا المعمدان هالشخص العظيم يلي هو كان اساس كمان مع مريم واليصابات وزكريا ويوسف وكل هالشخصيات اللي مهمه لحتى يتجسد المسيح على ارضنا وفينا وبقلوبنا وبيناتنا. شخص يوحنا المعمدان رائع جدا، رائع. اذا بنتامل بحياته كثير منيح وناخذ الحياه منلزقها بحياتنا، منتحد مع يوحنا، منكون عم نقطع فشخه مهمه بتحضير ذاتنا لتجسد المسيح. رائع جدا. رح اخذ انا كم شقفه من حياه يوحنا المعمدان، لانه اذا نحكي عن يوحنا المعمدان بنضل نحكي للصبر. ولكن ناخذ هيك كم نقطه مهمه بتحضيرنا للميلاد. اول نقطه اسم يوحنا، ويسمى يوحنا. كانوا بده يسموه زكريا ورح يتخانق مع بعضهم اليصابات، وزكريا اصروا انه يكون اسمه يوحنا. يعني شو يوحنا؟ مين بيعرف شو يعني يوحنا؟ تحنن. الله تحنن، تحنن علينا، يتحنن. الله يتحنن علينا ويعطينا حنان ورأفته ورحمه. يؤي مزيريكوري هاي يؤي طن اللي يعني إيه سودان أبيك طن رأس هيدي رائع جدا للتفسير. اسم يوحنا يعني اسم الرحمة، ويسوع إذا بده يتجسد بإنسان ما في يتجسد بإنسان قلبه مش رحمة وقلبه مش حنان. يسوع بده يتجسد بمزور من مونشوا، مزور هالمسبب بده يكون مليان حنان ليستقبل، مليان رحمه ليقدر يتجسد بها. ما في يكون واحد قلبه قاسي بيتجسد فيه الرب. ما بيتجسد الرب بس من عنا بقلوبنا. بده يتجسد بقلوب فيها رحمه فيها حب. هيدا الاساس نياله اخوتي يلي بيكون عم بيظبط قلبه ومغارة قلبه تكون مغارة رحمه وحنان. مش مغارة نسير وحلم. هيدي أهم نقطة. النقطة الثانية المهمة بيقولوا بالإنجيل وكان يكبر ويتقوى في البرية. عاش بالبرية يوحنا المعمدان بالرغم من قلبه الحنان اللي بقلبه والرحمة، عاش بالبرية. شو يعني عاش بالبرية؟ دام بزاف شو يعني؟ يعني عيش تخلى عن العالم وعن مغريات كل هالدنيا تيتحد بالرب بكلمة الله. يوحنا التزم بجماعة عاشت مع كلمة الرب واتحد بكلمة الله وفهم الله كيف بده يتجسد بهالبشر. النقطة الثانية المهمة، ما في ربنا نحس بتجسده فينا، مش بالسجرة ولا بالغارة ولا بكل هالموضوع. كثير حلوين وانا بشدد عليهم بكون موجودين، بس الفرق بينه وبين الناس اللي بتزين بالشوارع او بس للشوارع انه نحن بدنا نكون مزينين ذاتنا بكلمة الرب وبالتحديد مع كلمة الله. هيدا الاساس، اتحاد مع كلمة الرب. نحن هلا بزمن الميلاد في كثير ناس بيصوموا، بيصوموا يعني بيعيشوا في زمن صوم وصلاه واتحاد مع كلمه الله. يقدر ربنا او هو بده يتجسد، ولكن نسمح له للرب يتجسد بقلوبنا ونحن نقدر بدون نتجسد بالعالم. رائع جدا. فكره بعد، انت
انت ستكون نبي الله العلي. نبي مش بس قصه بس انه اول شيء اسمي يوحنا وقلبي طيب وقلبي رحمي رائع جدا. مش بس انا بتحب بكلمه الله كثير منيح، بس ما بتتوقف هون الموضوع. موضوع بتوقف بي انا بدي اكون نبي الله بهالكون. بدي اقول الحقيقه. يوحنا المعمدان ولا مره كان خنوع، كان جبان، كان ما بعرف كيف، كان يقول كلمة الله، كان يقول الحق قدام كل البشرية. لو حتى قطع راسه، قطع راسه، كيف يقول واحد بدي يقول الحق حتى لو قطع راسي؟ هيدا من يوحنا المعمدان. هيدي الحقيقة، لو بده يقطعوا لي رقبتي، هيدي الحقيقة، بس هي الحقيقة. ما في كذب بالميلاد، تحضيرنا لعيد تجسد الرب، واحد قاعد عم بيلوفك ويكذب ومدري شو، وبده يقول الحقيقة وما بده يقول الحقيقة، ليه بده يقول الحقيقة؟ لأنه بجرح الآخر، لأنه كذا، إيه قول الحقيقة واجرح الآخر جرح عملية تيرجع إنه يثبت هالآخر ويصير حقيقة. هيدا اللي يوحنا المعمدان ما كان يستحي قدام هيرودس اخر همه. قال له انت هيدي مش مرتك، ما فيك تتجوزها هيرودية. وضلوا على هالكلمه، كان يستحيبه الملك العظيم اللي فيه يقطع له راسه في ذات اللحظه، كان يستحيبه. ممنوع يخطي قدام الحقيقه، يكون خانعين، يكون هيك ناس مش عم بتقول الحق لو شو ما كان، لو عم قطع راسها. هيدي الحريه الحقيقيه اللي الانسان بيحضر فيها قلبه ليكون نبي، يقول الحق لكل البشريه. مش اذا صاحبي صديقتي او صديقي ما بيؤمن بالله، هو بجرأه وبوحدني باني ما بيؤمن بالله، وانا بستحق له انا بآمن بيسوع. هو الحب، هو اللي بيعطي معنى لحياتك. اوعى اوعى نستحق بيسوع، اوعى اوعى نستحق بالحقيقه. يسوع ولا مره كان هيك قدام الفريسيين ولا صغير او كذا، او هيك يعني مرق لهم اياها. مش تبرير هيك، مش معلش هي إيه. هيدا اللي بحب انا اقول لكم اياه بالبلدان. في اكثر من ايه فيكم تقرون افاصي فانكسيونال. فانا بتفق بهالثلاث امور مهمين، ان نكون مثل يوحنا، حنان الله ورحمه الله بقلوبنا، وقلوبنا تكون رحمه هيتجسد فيها يسوع. ثانيا نكون متحدين بكلمة الله. من كل هيك نبتعد. معلش بعرف انه في كثير مشاغل وفي كثير امور، خصص وقت لنا مع كلمة الله. قول بدي اعيش ببرية مع كلمة الله نبتعد فيها. ثالث نقطة نكون انبياء، انبياء الحقيقة، انبياء الجريئين، بشر بالرب وبالحق لو شو ما كان حتى قطع راسي. امين. نؤمن بإلهنا الواحد.